الآن نبقى مع أبرز ما اخترناه من الصحف. البداية مع نهار التي كتبت في المانشيت: قالت مصادر حكومية معنية على خلفيات موقف ميقاتي أنه منذ فترة لاحظ أن الأمور بدأت تسلك منحا آخر يتمثل بعودة المناكفات السياسية لدى طرح أي خطوة إصلاحية من كل الأطراف، لا سيما التي أعلنت دعمها للحكومة، إضافة إلى تأخير واضح في تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة كشرط أساسي من الجهات الدولية التي عبرت عن دعمها للبنان وحذرت من تداعيات التأخير في إقرار الإصلاحات. أضافت المصادر إن اللقاءات الخارجية التي يعقدها رئيس الحكومة بهدف تجيش الدعم للبنان في كل المجالات أظهرت إرادة دولية وعربية قوية لدعم لبنان، مشروطة بتنفيذ اللبنانيين ما هو مطلوب منهم من خطوات إصلاحية. إلا أن الأداء الذي بدأ يظهر في مقاربة الملفات يوحي أن أولوية الكثيرين هي الاستثمار الانتخابي لكل شيء، فيما أولوية رئيس الحكومة معالجة الملفات المطروحة وتنفيذ الإصلاحات ووضع الأمور على سكة المعالجة. وشددت على أن ما طرحه ميقاتي في الجلسة النيابية هو جرس إنذار لكل الأطراف من خطورة ما قد يحصل في حال استمر التعاطي مع المعالجات المطلوبة على النحو الحاصل. ننتقل إلى نداء الوطن التي كتب فيها أو كتبت نداء الوطن ميقاتي متوتر ابحثوا عن خيبة قطر. أبعد من ذلك اختارت أوساط دبلوماسية عبارة ابحثوا عن خيبة قطر تعليقا على أداء رئيس الحكومة المتوتر أمام الهيئة العامة، موضحة أن هذه الخيبة مردها إلى عدم تمكن ميقاتي من الالتقاء بوزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان على هامش مشاركته في منتدى الدوحة بخلاف ما كان يمني النفس به قبل عودته إلى بيروت. لفتت الأوساط الدبلوماسية بحسب نداء الوطن إلى أنه على الرغم من ترحيب الخارجيتين السعودية والكويتية الأسبوع الفائت بما تضمنه بيان ميقاتي حيال تجديد الالتزام حكومته بالقيام بالإجراءات اللازمة لإعادة تطبيع العلاقات اللبنانية مع دول مجلس التعاون الخليجي، شكل عدم التقاء بن فرحان برئيس الحكومة في الدوحة مؤشرا واضحا إلى أن الأمور لا تزال غير ناضجة بعد على صعيد عودة هذه العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها المنشودة، كاشفة أن سفير لبنان لدى السعودية فوزي كبارة والقائمة بالأعمال اللبناني في الكويت هادي هشام أو هادي هاشم عفوا وسفير لبنان لدى البحرين ميلاد حنا نمور لم يتبلغوا بعد أي جديد حتى الساعة بشأن عودتهم إلى مقار عملهم، مع إشارتها في الوقت عينه إلى أن عودة السفراء اللبنانيين إلى الخليج والسفراء الخليجيين إلى بيروت ليست مستبعدة في أي وقت، لكن التركيز السعودي الفرنسي في هذه المرحلة ينصب على تمويل المشاريع الإنسانية لمساعدة الشعب اللبناني في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الطاحنة التي يمر بها. إلى الأنباء الإلكترونية كتب نادر حجاز: أدوية لبنانية أرخص من المستوردة، الأزمة تستنفر الصناعة الوطنية. خطوتان بالغتا الأهمية سيكون لهما تأثير كبير على قطاع الدواء في لبنان. الأولى تمثلت بإقرار مجلس النواب اقتراح قانون دعم صناعة الدواء المحلية والمقدم من كتلة اللقاء الديمقراطي، والثانية قرار وزير الصحة فراس أبيض برفع الدعم نهائيا عن كل دواء مستورد ويصنع في لبنان. يشرح أبيض حيثيات هذا القرار الذي يأتي لتخفيض عبء الفاتورة عن كاهل المواطن من جهة، حيث أن أسعار الأدوية المصنوعة محليا هي أقل من تلك المستوردة رغم دعمها، كما عن خزينة الدولة حيث يمكن استخدام الأموال التي تذهب لدعم هذه الأدوية لشراء أدوية السرطان ودعم الصناعات المحلية بهدف زيادة إنتاج الأدوية الوطنية. أبيض وفي دردشة مع الإعلاميين تقول الأنباء الإلكترونية نوه بمصانع الأدوية اللبنانية عددها 12 مصنع منها 3 للأمصال وتغطي السوق اللبنانية 100%، وتسعة مصانع أدوية تغطي حوالي 60% من حاجة السوق، واعتبر أنها من أهم المصانع في العالم خصوصا أنها تصدر إلى العديد من الدول. هذه المصانع تعمل بنسبة 30% من طاقتها، يضيف أبيض. بدعمها يمكن أن ترفع قدرتها الإنتاجية وبالتالي ستخلق فرص عمل للشباب وتدعم الصناعة الوطنية، معتبرا أن هذا القرار هو صحي ودوائي بامتياز، لكنه قرار وطني أيضا لأنه يصب في دعم الصناعة. وأما عن طريق دعم الصناعة المحلية، كشف أبيض أنه سيصار إلى دعم المواد الأولية بنسبة 85% لصناعة الأدوية الوطنية
المخصصة للسوق المحلية لا تلك المعدة للتصدير. وفيما شدد أبيض على ضرورة ترشيد استعمال الدواء، كشف أنه نتيجة سياسة التوفير والترشيد تراجعت فاتورة الدواء من 140 مليون دولار إلى 25 مليون دولار، وهذه قفزة نوعية، مشددا على ضرورة تصحيح السياسة الدوائية. ليس لدينا زر سحري يقول وزير الصحة، إلا أن الأزمة التي يمر بها البلد تستدعي العمل على حلول مستدامة، مؤكدا الاستمرار بدعم الدواء، إلا أن الجهد يتركز اليوم على توجيه هذا الدعم مباشرة للمريض. لكن في ظل كل هذه الوعود يبقى السؤال الأهم لدى اللبنانيين، وهو ما سبب انقطاع الأدوية لا سيما أدوية السرطان؟ يعتبر أبيض أن هناك أكثر من سبب، منها وقف بعض الشركات الخارجية التعامل مع لبنان بسبب عدم دفع فواتير سابقة، في حين أن بعض المستوردين توقفوا عن استيراد بعض الأدوية الرخيصة والتي بات استيرادها إلى لبنان مكلفا، وبالتالي يشكل خسارة بالنسبة لهم، مؤكدا أننا في طور معالجة مستقلة لموضوع دواء السرطان. إلى موضوع المحروقات، كتبت إيفا أبي حيدر في الجمهورية: المحروقات إلى انخفاض بعد ارتفاعات متتالية. على عكس التوقعات، كشف عضو نقابة أصحاب المحطات جورج لبراكس للجمهورية أنه من المرتقب أن تشهد أسعار المحروقات اعتبارا من الجدول المقبل سلسلة تراجعات في الأسعار محليا، عازيا ذلك إلى تراجع سعر برميل النفط بعد تراجع الطلب عليه نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في شنغهاي الصين، والعودة لفرض الحجر الصحي، والتخوف من عودة الاقتصاد العالمي إلى الانكماش، إلى جانب استقرار الأوضاع ما بين روسيا وأوكرانيا. في الإطار عينه، ومع اقتراب سعر صفيحة البنزين من 500 ألف ليرة، هل سيعاد النظر بتعريفة النقل وحتى بالأجور التي ما عادت ذات قيمة، ويذهب جزء كبير منها لشراء البنزين أو كلفة النقل لتغطية فاتورة المولد؟ في السياق يقول رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر للجمهورية: نحن نعي أن الارتفاع كلفة المحروقات بات عبئا ثقيلا على الموظف، لذا ندعو لتفعيل اجتماعات لجنة المؤشر وانعقادها لدرس زيادة بدل النقل إلى 150 ألف ليرة أو ربطه بسعر المحروقات وفق دراسة موضوعية وعلمية، وتعديل المنح المدرسية في ظل الزيادات الطارئة على الأقساط المدرسية والجامعية. واعتبر الأسمر أن البدل المقطوع الذي يسمى مساعدة اجتماعية لم يعد يسوي شيئا، ما يتطلب إعادة النظر به بأسرع وقت ممكن، خصوصا أن المراسيم لغاية اليوم لم توقع، كما طالب بالاجتماع مع رئيس الحكومة لتعديل بدل النقل والمبالغ المقطوعة المخصصة للقطاع العام والمؤسسات العسكرية. نختم مع الأخبار، اخترنا مقالين من الأخبار في السياسة. بداية كتبت لينا فخر الدين: تدخل سعودي ينقذ تحالف جنبلاط جعجع والبخاري في بيروت خلال يومين. لينا فخر الدين تتحدث عن الانتخابات تحديدا في موضوع تقول في اليومين الماضيين احتدم الخلاف بين الحزب التقدمي الاشتراكي من جهة والقوات اللبنانية وحزب الوطنيين الأحرار من جهة ثانية، رغم أن زعيم المختار يدرك أن وضعه على المحك، إلا أنه في هذا الموضوع لعب على حافة الهاوية في انتظار اللحظات الأخيرة في تشكيل اللائحة، آملا أن يفوز على الجهتين تثبيت المقعد الماروني في جيبه، وسحب المقعد الكاثوليكي من فم الأحرار. ما راهن عليه البيك في استجداء لاعب خارجي حدث فعلا تقول لينا فخر الدين، ولو أن النتيجة لم تكن على خاطره، إذ أكد شمعون أن شخصية صديقة للاشتراكي والقوات والأحرار تدخلت أمس وأقنعت الأطراف الثلاثة بالعودة إلى المفاوضات لإنهاء الخلاف. ما يقوله رئيس الجبهة السيادية يتقاطع مع معلومات تؤكد أن السعودية هي من تدخلت أمس وأبلغت حلفائها بأن سفيرها وليد البخاري سيعود إلى بيروت في اليومين المقبلين لشتشدة التحالفات في كافة الدوائر، طلبت منهم العودة إلى طاولة المفاوضات لأنها لن تقبل بانفراط عقد التحالف. بعد ساعات من التدخل السعودي، أعلن شارل عربيد مساء أمس انسحابه من المعركة، وغرد على تويتر: تجربة الأسابيع الأخيرة في الحملة الانتخابية أقنعتني بأن الظروف الحالية ليست الأمثل لإحداث الفرق
الفرق ولإنتاج قيمة مضافة من خلال العمل النيابي. فالمحصلة نجحت الرياض في إعادة الحياة إلى الحلف الواقف على شوار بإرضاء جميع الأطراف. هذا بالنسبة إلى الانتخابات وعودة السفير السعودي وفي الأخبار أيضا اخترنا مقال تحديدا عن موضوع ارتفاع ربطة الخبز. كتب رضا صوايا كتب في الأخبار: أزمة القمح تشتد إرباك وسط خطر داهم. يقول رضا صوايا: لامست أزمة القمح الخطوط الحمر تخطت إطار التحذيرات، فقد بدأت تظهر بوادر المصيبة تباعا، وأولاها تلكؤ مصرف لبنان عن تأمين التمويل اللازم لدعم القمح المستورد من التجار، ثانيتها تخبط المسؤولين ودورانهم في حلقة مفرغة من الاجتماعات غير المجدية منذ أسابيع لجهة سلفة 36 مليار ليرة التي تآكلت قيمتها بسبب ارتفاع الأسعار العالمية. على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم بند بعنوان طلب وزارة الاقتصاد والتجارة موافقة استثنائية لزوم شراء القمح المستورد، طلب قد يبدو في مكانه للوهلة الأولى لولا أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا منذ أكثر من أسبوعين يقضي بمنح المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة بقيمة 36 مليار ليرة لبنانية لشراء 50 ألف طن من القمح لتأمين حاجة لبنان لمدة شهر، لكن هذه السلفة لم تنفذ بسبب عدم صدور المرسوم. فما الجديد الذي سينتج من الموافقة الاستثنائية في جلسة اليوم؟ يشير المدير العام للحبوب والشمندر السكري جريس بربيري إلى أن عدم صدور المرسوم الذي يتيح للمديرية الطلب من مصرف لبنان تحويل 36 مليار ليرة إلى دولارات استدعى لجوء الوزير إلى طلب الحصول على موافقة استثنائية من مجلس الوزراء. ورغم أن جريس يلفت إلى أن الوضع ضاغط جدا وسط تناقص مخزون القمح، لأنه ليس متأكدا مما إذا كانت الموافقة الاستثنائية تسمح بشراء القمح فورا أو تسرع الاستحصال على الأموال المطلوبة. تعليقا على هذا الموضوع معنا رئيس نقابة أصحاب المطاحن أحمد حطيت. أستاذ أحمد صباح الخير. صباح الخير لك ولكل مشاهدينك. لاحظنا بالأمس أن سعر ربطة الخبز ارتفع وزنه انخفض، يعني نحن بلشنا بانهيار ربطة الخبز. يعني بالحقيقة يعني أنا يعني بدنا نوضح الشيء هذا كمان للعالم حتى تعرف الشيء هذا. نتيجة الحرب في روسيا وأوكرانيا أكيد عم تنعكس بلشت تنعكس علينا على لبنان بسعر الطحين وبسعر الخبز، وبالتالي نتيجة هذا الموضوع أسعار القمح كانت عم تطلع وبلش يوصل بواخر على أسعار القمح الجديدة، وبالتالي الاسبوع الجاي كمان بتوصل بواخر باسعار قمح اغلى من اللي كانت قبل كمان، وهذا الشيء اكيد بيضطر يوصل لمحل معين يرفع فيه سعر الخبز. عشان هيك امبارح كان في اجتماع بالوزاره ونعمل دراسه على قديش صار كلفه القمح اللي وصل على لبنان، وقديش سعر البترول والنفط اللي صار بالتالي المازوت، ونعمل دراسة على أساس هذا وطلعت التسعيرة امبارح. اللي صار هو امبارح أنه ما رفعوا كل السعر، يعني ما رفعوا سعر الخبز قيمته كاملة. نعم. حاولوا يعملوا قسم منه بالسعر وقسم منه بالوزن. يعني هي إذا بده المواطن يضطر يشتري اللي عنده عائلة ربطتين. يعني فينا نقول هيك، وفينا نقول كمان في ربطة العائلية، لأنه بالنهاية في ربطة اللي هي 1085 جرام هي الأكبر، وفي ربطة اللي 850 جرام اللي هي الأصغر الوسط. نعم. يعني ربطة العائلية بس حقها أستاذ أحمد 14,000. نعم. سؤال من ثلاث جماع تقريبا حضرتك كنت معنا بالجديد باتصال أيضا، أكدت أنه عنا مخزون بكفي تقريبا لشهر ونص. يعني نحن بعدنا ضمن المخزون على السعر القديم، ليه بدكم تزيدوا على المواطن؟ أول شيء حتى نكون واضحين، أنت بالنهاية المخزون اللي عندك هو مرتبط بشغلتين كمان، بالقمح اللي بده يوصلك الجديد كمان، لأنه أنت بدك تشتري قمح جديد بأسعار جديدة، ولا ما بيصير في معك رأس المال تبعولك ما فيك ترجع فيك تشتري فيه قمح. هاي من ميلي. الميل الثاني كمان الأهم موضوع النفط والبترول. المازوت صار طالع بخلال تقريبا ثلاث أسابيع
كان الطن $700 انت عم تحكي على طن ب $1,200. نعم. يعني صار طالع اكثر من 50-60% سعر المازوت، ونحن الصناعات تبعيتنا نحن بتعتمد كثير نحن والافران على موضوع المازوت كمان، لانه بتعطي كهرباء ما في بهالايام، عم نضطر نشغل 22 ساعة من خلال أربعة من أصل 24 عم تجي تسحبين الكهرباء يمكن. نعم. ساعة بالنهار وساعة بالليل. فهذول الموضوعين كثير بيأثروا على هذا الموضوع، وأنا برأيي كمان بدها تأثر ممكن كمان الأسبوع الجاي بأسعار البواخر القمح الجيري اللي بتوصل كمان. نعم، نحن بتتوقع يعني ما بدنا نخوف المواطنين، ولكن في واقع في حرب، نحن صار لنا فترة عم نحكي إنه عندنا مشكلة أساسية، نحن بنعتمد تقريباً 90% بين روسيا وأوكرانيا على القمح، والمصادر الثانية يمكن تجي من دول بعيدة. تتوقع في الأسابيع المقبلة أو الأيام المقبلة أنه يصير ربطة الخبز والرغيف بورصة أن يرتفع السعر أكثر من ذلك؟ هلا ليكي بالحقيقة القمح نحن عم نقدر نجيب بدائل هلا، وبعد ما جبنا بالأماكن البعيدة، يعني ما جبنا بعد من أمريكا أو حتى من أوروبا بعد لغاية الآن، اللي ممكن هيدا سعرها تكلفنا أسعار أكثر بكثير. لهلا عم نقدر نجيب بدائل هي من رومانيا من بلغاريا، واللي بنقدر نلاقيه بالبحر عم نحاول نشتريه من محل لمحل. هذا الوقت الحاضر اللي عم بيوصلنا، ولذلك عم تلاحظي انت الاسعار بعد شوي ما ارتفعت كثير. نعم، بس يعني اضطرينا نوصل اذا البدائل مختلفه وبعيده ترتفع اكثر. هلا هذا كله بيعتمد على الحرب، اذا الحرب بدها تطول وبدها تتوسع اكثر من هيك اكيد هذا بيضطر تروح على البدائل الثانيه اللي هي كلفتها اغلى. طب أكثر. توقعاتك تقريبا قد ايه اذا رحنا على غير بدائل؟ يعني لكن لحط لك الفرق بين اللي احنا عم نشتريه هلا وبين البدائل الثانيه. نعم. في اقل شيء فرق $100 بطن القمح وبالربطه يعني الخبز ما بعرف قديش حتى نعكس، لانه بالنهايه كمان يعني شيء مرتبط بالموضوع، انتم في ثلاث شغلات هني مرتبطين، موضوع المازوت وموضوع الدولار. صحيح، ما هن اثنيناتهم يعني عم يرتفعوا. معقول نوصل قريبا يعني شهر رمضان بعد كم يوم، معقولة بنص شهر رمضان إذا الارتفاع أكيد الحرب مكملة يبدو حتى الآن، أنه لا. نوصل ل20,000 ربطة الخبز، صرنا 14. لا ما بعتقد رح توصل لهذه الدرجة هذه، يعني عم نحكي 14,000 هي العائلية والوسط هي 12,000 مش 12,000 12,000 يعني 12,000 كمان مين قادر يشتري 12,000 اذا عائله يعني فقيره؟ انا بس بدي احطك بالجو. انا كلارا نحن الازمه عندنا يمكن ازمتين عن الغال، بس في بالعالم ازمه كبيره بهذا الموضوع، هيدي عم بتواجه كل البلدان خاصه. نعم. بالبحر الاسود وحتى باوروبا عم بيواجهوا هذه المشكله، حتى هلا بلش ينسمع في ازمه بامريكا بهذا الشيء هذا. نعم. يعني بعدنا نحن مش غير هالعالم كلياتها، لا بسيف نحن عندنا ازمات كثيره متراكمه واجت صون هذه الازمه. نعم. نتمنى ان شاء الله ما بنقدر نوصل للمحل اللي عم نحكي عنه. نعم. وما بنضطر نجيب من المحلات البعيده ونضلنا بهالاسعار الموجوده مشان شهر رمضان اللي جاي ان شاء الله. طبعا نامل بذلك، ولكن هناك دعم من الدوله، هل هناك اجتماعات؟ اليوم في اجتماع، وامبارح حضرتك كمان قلت لي في اجتماع، توجه الى دعم اكثر، توجه فيه هون كمان السلفه 36 مليار ليره نحكي عنها، زميلنا رضا صواب بالأخبار كتب عنا واللي توافق عليها من جمعتين، يعني كنا لو قريناها مثل ما هو قال فعلا كنا قلنا ايه في بدرة أمل، ولكن هذه الموافقة أتت من أسبوعين، إذا فيك تشرح لنا هذا الموضوع. بالحقيقة هذا الموضوع يعني أكثر من أسبوعين أخذ قرار مجلس الوزراء أنه يشتروا 50,000 طن قمح، وعلى أساس أنه هالشي هيدا بينعكس أنه مصرف لبنان بيحول هدول المصريات لحساب وزارة الاقتصاد لحتى تقدر تقوم بهذه المناقصة. بالحقيقة مصرف لبنان وقتها لغاية، يعني أنا عم بحكيك لغاية الخميس الماضي اللي فهمته من رئيس الحكومة ومن وزير الاقتصاد إنه ما حولوا بعض المصاري. بالحقيقة الرئيس الحكومة تكفل باللجنة الوزارية اللي كنا فيها إنه هو يحكي مع مصرف لبنان مشان يحول هالمصريات، بالحقيقة بتصور يمكن طلبوا منه إنه ينعمل شيء اسمه استثنائي، يعني يكون في قرار استثنائي لوضع استثنائي. عشان هيك اليوم بده يرجع ينعرض هذا الموضوع بمجلس الوزراء وياخذوا فيه قرار استثنائي بهذا الموضوع لحتى مصرف لبنان يحول هدول المصريات ويقدروا يقوموا فيهم بمناقصه وزاره الاقتصاد. هاي من ميلي، الميلي الثاني هي القطاع الخاص اللي نحن عم نستورد فيه القمح. يعني نحن كمان بعد ما اتفقنا مع رئيس الحكومه ووزير الاقتصاد انه يسرع الامور مع حاكم مصرف لبنان بتحويل الفواتير القمح. ابتدانا من الاسبوع الماضي نجيب فواتير القمح. هلا نحن ناطرين بهذا الاسبوع اذا هالشيء هذا حيطبق
واذا مصر لبنان حيتعاون بهذا الموضوع ويسرع غير الاليه اللي كنا ماشيين فيها قديما. نعم، انتم تتخوفون من انه اي شيء كنتوا طالبينه موجود بالبحر يؤخذ نظرا لهذه الازمه. 100%، انا هذه عشان هيك نحن موضوع عامل وقت وموضوع اساسي وحساس بهذا الموضوع. يعني نحن مثل ما نحن عم نعمل غير دول عم بيصير نفس الشيء، انه الباخره بالبحر اللي بيدفع فيها اكثر عم بيضطر يغدوها لعنده. فهذا موضوع الباخره ما بتنطر كثير، يعني اذا بلاقوا انه مثلا طاولين بموضوع ارتفع ساعتها ممكن تروح لمحل ثاني. نعم، وهذا اللي فسرناه لرئيس الحكومه وبالتالي لمصرف لبنان، موضوع الوقت حساس كثير بهذا الوقت. نعم، أنا بشكرك على هذا التوضيح رئيس نقابة أصحاب المطاحن أحمد حطيت. مشاهدينا فصل إعلاني نتابع بعده الحدث.